نامه پاولوسی بو فلیمونی، فلیمون پشکایکی. جمن پاولوسی زندانکیریش پیخمت مسیح ایسای اجبرای ما تیموتاوسی جی بو هفکار ما خوشتوی فلیمونی. بو خشکا ما اپ فیای بو آرخیپوس الگلم سربازو بو جواکا باورداران یال مالا هوا کومد بید. اجباب ما خودی اوش خودان ایسای مسیح کرم و آشتیل سرهوا بن. از هر دم سپاسیا خدای خود کم دمیتت نویجن خودات این مبیرا خو. چنکو از حجی کرناته بو همی پیروس گریان و باوریاته اب خدان عیساید بیهیسم. از ات نویجان دا داخوازد کم کو پشکداریات ات باوریه دا یا کاریگر بید دا تو کیرتر ات همی تشتین باش بگهی ین مش پیخمت مسیحی هین. از اجبر حجه کرناتا گلک دل خوش بوم و هات مهاندان چنکو دل پیروسگیریان ابتا هی برا گج بویه. لو ما هر چنده من اب مسیحی همی بستهیا هی کو درباره یوی تشتی پیدویه بکی فرمان التبکم. لی بو من خوشتره کو از حجه کرنه هیویش تبکم از پاولوس پیرامیرو نوکجی یه زندانکیریش پیخمت مسیح ایسای. در باره کوریخو اونیسیموسی هیویش تدکم اوی از قیده دا بوی بوی مباب. دمکی او بوته یبکرنه هاتی بو، لنوکه او بوته او بومنجی یبکر هاتیه. از وی آنکو جگر آخو بوتت هنر موه. من حست کر ویل نکخو بهیلم دادمی ازش پیخمت مزگینیت قیده دا الشینات خزمت آمن بکد. لی من نویا از بی دلی تا تشتکی بکم دا افچاکیاتا اش نچاری نبید لیش دل بید. بلکوش بروی چنده او بودمکی کورت اشتا جدا بو دا تو بو حتا حتای ویور گریه و. ایدی نوکو بنی لیش بن یکی زیده تر وکو برا یکی خوشتوی ابتای بد بو من افجا بو تا هشتا پتر کو او اتلشی دا بنیتا یوت اک بونالگل خدا نیدا برایه. افجا اگر تو من اپ هف پشکی خود دانی وی قبیل بکه هر وکو تو من قبیلت که. اگر وی دتشتکی دا زیان التکر بیت یان قرکی تل سر بیت السر من بنویسه. از پاولوس ویب دست خود نویسم. از دوی قری التوگرینم. من نوید بجمتا کتوب جیانا خو قردار منی. بله برای من. بلال سر خاطر خودانی از مفای کشتا ببینم. من ات اگبونال گل مسیحی دا دلگش بکه. از اش گهداریاته پشت راستم لو ما من بوته نویسی ات زانم کتو ده پتر شوی که یا ازد بیجم. الگلوی چنده جوره که بو مهوان کرنا من آماده بکه چنکو از هیویدارم اپ نویجین هوا بو هوا به همه بخشین. ای پافراس اوش پیخمت مسیح عیسای الگلمت زندان دا سلاوان التت کد. هفکارین من مرقوس، ارستارخوس، دیماس و لوقاجی سلاوان التت کن. كرم خدان عيسای مسیح الگلگیان هوا بید. الأصحاح السادس والأربعون. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب. فقال ها أنا ذا. فقال أنا الله إله أبيه، لا تخف من النزول إلى مصر لأن يجعلك أمة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عيني. فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر: يعقوب وبنوه، بكر يعقوب رأوبين، وبنو رأوبين حنوك وفلو وحصرون وكرمي، وبنو شمعون يموئيل ويامين وأوهد وياكين وصوحر وشاؤول بن الكنعانية، وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري، وبنو يهوذا
عير وأونان وشيلة وفارس وزارح، وأما عير وأونان فماتا في أرض كنعان، وكان ابنا فارس حصرون وحامول، وبنو يساكر تولاع وفوى ويوب وشمرون، وبنو زبولون صارد وإيلون ويحلئيل. هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدان أرام مع دينة ابنته، جميع نفوس بنيه وبناته 33. وبنو جاد صفيون وحجي وشوني وأصبون وعيري وأرودي وأرئيلي. وبنو أشير يمنة ويشوى ويشوي وبريعة، وصارح هي أختهم. وابنا بريعة حابر وملكئيل. هؤلاء بنو زلفة التي أعطاها لابان لليئة ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب 16 نفسا. ابنا رحيل امرأة يعقوب يوسف وبنيامين، وولد ليوسف في أرض مصر منسى وأفرايم، اللذان ولدتهما له أسنات بنت فوطفارع كاهن أون. وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجير ونعمان وإيحي وروش ومفيم وحفيم وأرد. هؤلاء بنو راحيل الذين ولدوا ليعقوب، جميع النفوس 14. وابن دان حشيم. وبنو نفتالي يحصئيل وجوني ويسر وشليم. هؤلاء بنو بلهة التي أعطاها لابان لراحيل ابنته، فولدت هؤلاء ليعقوب، جميع الأنفس 7. جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفسا. وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصر نفسان. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 70. فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان. فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه زمانا. فقال إسرائيل ليوسف: أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبي: أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواش، وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم. فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما صناعتكم؟ أن تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبان إلى الآن، نحن وآباؤنا جميعا، لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين.